رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. أمر الملائكة يسجد الخلق الجديد، سجد الملائكة كلهم إلا العنيد، شيطان رجيم مغرور لعين خلق نار ودخل قطين، ما سجدش صار من الملعونين. وسوس لآدم في النعيم، وشاور له عالشجرة اللئيم، قال له الخلود سر الوجود، بس انت دوب تصبح أوام، تصبح رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في رجال ذنب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد أخطأ الشيطان وأخطأ آدم. أخطأ الشيطان بسبب الكبر، وأخطأ آدم بسبب الفضول،
فكان هبوط آدم وحواء إلى الأرض. ويتصور البعض أن خطيئة آدم بعصيانه هي التي أخرجتنا من الجنة، ولولا هذه الخطيئة لكنا اليوم هناك. وهذا التصور غير منطقي، لأن الله تعالى حين شاء أن يخلق آدم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. كان الله تعالى يعلم أن آدم وحواء سيأكلان من الشجرة ويهبطان إلى الأرض. أما تجربة السكن في الجنة فكانت ركنا من أركان الخلافة في الأرض، ليعلم آدم وحواء وذريتهما من بعدهما أن الشيطان تسبب في طرد الأبوين من الجنة، وأن الطريق إلى الجنة يكون بطاعة الله وعداء الشيطان. أصبحت الأرض سكنا لآدم وبنيه من بعده إلى يوم الوقت المعلوم، فكان لابد أن يتكيف مع هذه البيئة الجديدة عليه، فولد له البنين والبنات قابيل وتوأمه إقليمة، وهابيل وتوأمه لبودة. أمسكت بك يا إقليمة. أفلتت منك ثانية. لن تلحق بي يا هابيل. ماذا تفعلان هنا؟ ألا تخافان خطر الدواري والسباع؟ أخي قابيل، مرحبا، هيا لتشاركنا اللعب. هابيل، أين أنت؟ أبي يسأل عنك. فلننصرف من هنا قبل أن يحل الظلام، هيا. سألحق بكما مع إقليمة. بل ستذهب الآن معي، ولا شأن لك بإقليمة. قلت هيا. اهدأ يا قابيل، ولا داعي لهذه الحدة. فلنهدأ جميعا يا إخوتي، ولننصرف من هنا، هيا. ألا تخافين يا إقليمة أن يحل الظلام عليك وأنت بعيدة عن هنا؟ كنت ألهو مع أخي هابيل ولم نبتعد كثيرا. إن قابيل يتعمد معاملة أخيه بجفاء، خصوصا أمامي. إقليمة، ماذا تقصدين؟ لا شيء. أفصحي عما بداخلك ولا تثيري قلقي. قابيل يكره أن يراني مع أخي هابيل، ويتعمد إهانته أمامي. لا أظن أن الأمر يتعلق بك يا أختاه. كل ما هنالك أن قابيل يشعر أن أخاه هو المقرب لأبينا، وهذا ما يضايقه. أتمنى ألا يتعدى الأمر ما تقولين، ولكن القلق ينتابني خوفا من حدوث شيء بينهما. اطردي هذه الأفكار السيئة يا حبيبتي، واهدئي، هيا، هيا بنا. دعيني وحدي الآن يا ليبودا، وسألحق بك بعد قليل.
نشأ قابيل حاد الطباع، قاسيا سيء الأخلاق، عكس أخيه هابيل الهادئ الوديع المسالم. وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله، فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية. فقد كان قابيل يقوم بالحرث والزراعة، وهابيل يقوم بالرعي. وكان آدم يتألم من ذلك، ونصح ابنه قابيل فقال له: كن طيبا يا قابيل مثل أخيك، لا تكن شريرا، إن الله لا يحب الأشرار. ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه. وأصبح قابيل صيدا سهلا لحبائل الشيطان ووسوسته، فأمثال قابيل هم من يبحث عنهم إبليس وأعوانه ليضلوهم عن الصراط المستقيم. لي سؤال يا سيدي. تفضل يا حسان. ما معنى الوسوسة؟ وهل هي خاصة بإبليس وحده؟ الوسوسة شيء خفي يتسرب إلى النفس ويسيرها لتخضع لها النفس الضعيفة، ولا تستطيع الفكاك منها إلا بذكر الله، وهي بالقطع شيء سيء يقود الإنسان إلى ما لا يحمد عقباه. والوسوسة ليست قاصرة على الشيطان، فالإنسان أيضا قد يوسوس بالشر لأخيه الإنسان. وفي سورة الناس يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.